السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابنا. جلسة جديدة من فقرتنا المميزة اللي هي سميناها فسيلة. ولفسيلة معنى أظن الآن بلش يرسخ بأذهانكم. نحن الآن بالجلسة الخامسة. كالعادة في كل جلسة لدينا قصص سنتعرف عليها، قصص لأفكار جديدة لأناس ساهموا بحل المشكلات حولهم، عملوا عملاً مصلحاً. وهالناس اللي نحن تعرفنا عليها، وتعرفنا على ناس من شتى أنحاء العالم للآن، من مختلف الأعراق، من مختلف الديانات، حتى أنه من مختلف الأعمار. لنشوف اليوم، إن شاء الله تكونوا مستعدين، لنشوف اليوم قصصنا حتكون من وين. طيب، أظن يعني هيك واضح عندكم الخريطة. يمكن في بلدان بتعرفوها، يمكن في بلدان ما بتعرفوها. هلا هذا البلد اكيد صرتوا كلياتكم تعرفوه، لانه اخذنا منه قصه المره الماضيه. مين بيتذكر شو كان؟ الهند. الهند، نعم الهند. طيب اليوم حنبدا قصتنا من الهند. طبعا الهند فيها تعداد سكان كبير جدا جدا، ولذلك يمكن سبحان الله بنلاقي قصص كثيره من الهند. لنشوف اذا ما قصتنا اليوم اللي هي حتكون من الهند. طبعا القصة من الهند، و اللي عم يحكي بالهندي ومترجم تحت بالانجليزي، لكن انا حترجم لكم اثناء المقطع، لانه المقطع فيه يعني فواصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبدا هون. عم يقولوا سنة 1979، شاب عمره 16 سنة من آسام، بدأ يزرع شجرة على ضفة نهر جاف، واستمر كل يوم يزرع شجرة لمدة 35 سنة. وهي كانت نتيجة شغله بعد 35 سنة. صوت واضح؟ ايه كونكيت كا فريست نيه، ايه نسال فريست. صوت واضح طلابنا؟ واضح. نعم انسي واضح. واضح انسي واضح. صوت واضح عندي، ما طلعت المقطع فيدي، ما طلع عندي. طيب هلا هو طلع عند باقي الاصدقاء، فان شاء الله الموضوع بينحل، او اذا ما انحل بتشوف الجلسة، يعني بتشوف المقطع مسجل باذن الله. فنحن حنكمل بسم الله. ये पोल्यूशन नहीं कॉन्क्रीट का फॉरेस्ट नहीं है, ये नेशनल फॉरेस्ट है। ये पोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है। तो नेशनल जो है ना, या तो ऑक्सीजन जो मिला है, खाकी ऑक्सीजन है। بطل قصتنا اسمه جاداف، على هو ما اذكر. وعم يقولوا انه هي الفورست، هي الغابه، غابه طبيعيه، هي مو غابه صناعيه. واللي بيقصده بهالشيء انه هي مو غابه جوا المدينه، مو حديقه، مو متنزهه، وانما غابه حقيقيه طبيعيه كامله. وعم يقولوا انه الاكسجين اللي هون ما في اي تلوث. بس 3 بجه आके तो 3:30 بجه 4 بجه आ जाता है. 3:30 الصبح ببلش. شو بيعمل؟ بوت لكي آنے سے 20 منٹ سمے لگتا ہے. بيقطع ضفة النهر تقريبا 20 دقيقة. جب 5 بجے یہاں پہنچ جاتا ہے. جب بوٹ سے پھر اوپر نکلتا ہے، بائی سائیکل سے آ جاتا ہے. اس کو آنے میں جب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لے لیتا ہے. بس يقطع ويوصل على الضفة، بيكمل بالدراجة، ممكن ياخذ الموضوع معه. جتنے بھی جنگل، جتنے بھی پیڑ دیکھتا ہے यहाँ का जत्ते में, ये मेरा बेटा बेटी सब लोग जाते हैं, सब लोग यहीं बैठे। يقول انه هاي الاشجار، كل نبته وكل شجره بهالمكان هن يعني بيعتبرهم ابنائه وبناته. هو بيحب انه شلون هن عايشين بسلام سوا. كونكريت के फर्श में ले देता है, वो लोग कैसी में बैठा है, फैन करता है, वो तो पोजीशन है, अल्लाह अल्लाह होता है।
आदमी आदमी से साथ झगड़ा करके मरता है, ये तो झगड़ा करने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा बिशूफ इन्नो العيشة بالمدينة، الناس بالمدينة بلوثوا الهواء بالأشياء اللي عم يستخدموها، بيستخدموا المكيف، بيستخدموا كهرباء، بلوثوا الهواء، هن مو حاسين، وهن بالنهاية مالهم سعيدين لأنه الهواء حولهم ملوث، بيتخانقوا بيتشاحنوا. هذا رأيه لجدف، إنه الناس بس تكون بمكان نظيف بتعيش بسلام، بتعيش من دون مشاحنات. وعم يقول إنه الناس اللي هون بأطراف الغابة بتعيش بسلام من دون مشاحنات. वो प्राणी लोग अपन अपन काम करता है, अपन अपन खा जाता है, अपन अपन बैठा है, ऑक्सीजन लेता है, ये जिंदे रहता है, आराम से जिंदे रहता है। हॉस्पिटल भी जरूरत नहीं है, भेटने भी जरूरत नहीं है, वो लोग का बीमार नहीं है ना। आदमी मुख से बुलाया, पता से बुलाया, ठीक है ना, हवा से मौसम से बुलाया। انه الهواء هون انقى، حتى من يعني انقى نقي جدا، بحيث انه ما بحاجه لا الانسان ولا الحيوانات بحاجه لاكسجين ولا بحاجه لمشافي. يعني نقصد الاكسجين تبع المشافي، الناس ما بتمرض، الحيوانات ما بتمرض. فهو شو عم يقول هلا؟ هي نظرته لجداف، انه هو عم يقول انه يعني وكانه الشجر بيحكي مع الهواء. जब बैठेगा तो पानी नहीं मिलता है, वो इतलब पानी माई। जब बारिश आता है वो रुक जाता है, क्या हम पानी पिएगा, उसके नीचे पानी आ जाता है, पानी पी लेता है। प्रकृति नहीं भगवान है, ये लोग प्रकृति है। هلا بس انا هلا عم يعني بدي ترجم لكم اصدقائي الشيء اللي عم يقوله. كان عم يقول nature is god، يعني جاداف عم يقول انه الطبيعه هي الاله، وعم يقول انه الشجر هو اساس الطبيعه، هو اللي بيحرك، هو اللي بيخلي المي تنزل وهكذا. فنحن بس بدي انبهكم على فكره انه انا اترجم، وكلياتنا لما نقرا ونطلع على قصص اخرى، على ناس عم تحكي قصصها، فنحن عم نشوف منظور هدول الناس. ما بالضرورة أبدا أنه نحن نكون مقتنعين أو موافقين لكل ما يقولونه أو يعتقدونه. وهلأ نحن المهم أنه نحن عم نركز على الفكرة، الفكرة اللي هي أنه جاداف كل يوم كان يطلع من الساعة 3 الصبح، يقطع طريق طويل عن طريق النهر، ويوصل يقطع طريق آخر أيضا عن طريق الدراجة الهوائية لحتى يوصل لمكان. بهالمكان كان كل يوم يزرع نبته ويعتني بالنباتات اللي زرعها من قبل، كل يوم كل يوم لمدى 35 سنة، لحتى بالنهاية فيها الغابة الكبيرة. بولو كهماكو يا أكسجين ديتا جندة كلي، همارا كربون داي أكسيد ولو خالتا يا ميكو جندة كلي أكسجين ديتا. لكن جب تك بير بي نهيه، أولا بار بار جب ختم هو جاتا، هو كربون داي أكسيد خانه ولا بير نهيه، إسكيلية كلايمت تشينج هوتا. يمكن صرتوا تلقطوا الشيء اللي عم يحكيه، عم يحكي على نقص الأكسجين، صعود ثاني أكسيد الكربون، وبالنهاية التغير المناخي. إذا ما في شجر، فنحن الأكسجين أقل، زيادة في ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون بيعمل تغير مناخي لأنه بيرفع درجة الحرارة جوا الغلاف الجوي. इसके लिए ध्यान देने पड़ेगा कि एजुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशन इसे एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा। शिक्षा बचपन से, बचपन में दिमाग में जो है ना लड़का बच्चा सब, ये पेड़ रुपएगा रोज दिन प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा उसको। جاداف جاداف عم يقدم هون فكرة إنه نحن لازم بالمدارس بالابتدائية نعلم طلابنا كل واحد منهم يزرع شجرة ويهتم فيها لمدة 5 سنوات، إنه هذا الشيء أساسي. هو شايف إنه التغيير بيكون بأنه نحن نزرع هي الفكرة عن طريق طلابنا من الابتدائي، من هنا الصغار، لأنه هذا الشيء بيرسخ بأذهانهم وبتعلموا وبيضل معهم للكبر. شوفوا هالجملة الحلوة اللي قالها جاداف آخر شيء. قال
وقف عن التنفس دقيقة واحدة وبتعرف قديش الأكسجين مهم. وبدون أكسجين شو أهمية إنه الإنسان عم يصنع تكنولوجيا ويطلع فيها للقمر ولا يطلع فيها للمريخ؟ شو أهمية كل هاد إذا هو ما حصل أكسجين؟ فالأكسجين على الأرض عم يقول جذاب أهم بكتير من كل الأشياء الثانية اللي إحنا عم نعملها لحتى نطلع على الفضاء الخارجي. نحن أصلاً بالفضاء الخارجي ما فينا نتنفس، ما في أكسجين إلا الأكسجين اللي عم تنتجه النباتات على الأرض، ونحن نعرف أنه تنتج النباتات على الأرض بقدرة الله طبعاً. طيب شو مكتوب هون؟ مكتوب إنه هاي الفورست يلي زرعها بإيده جذاب على مدى 35 سنة فيها 5 رويال بنغالي تايجرز، يعني فيها 5 نمور، صار فيها 5 نمور، صار فيها مئات hundreds of elephants، مئات الفيلة، الظبيان deers، wild boars اللي هي الخنازير البرية، والreptiles اللي هي الزواحف، وحتى أنه فيها rare rhino species يعني جنس نادر من وحيد القرن. وطبعا هو عم يخطط انه يوسع الغابه اللي هو زرعها ل 5000 ايكر. ما بعرف صراحه الايكر كم فدان، هي احنا بدنا نشوفها هلا، يمكن حدا منكم يدور على جوجل ويقول لنا الايكر الواحد فعليا كم فدان. يعني هو حساب عندكم بإدلة كيف تحسبوا المساحه، كيف تحسبوا مساحه الاراضي الزراعيه بوحده شو؟ دنم. الدونم، ايه بدنا نعرف الايكر يعني كم دونم لحتى نقدر نستوعب المساحه هي فعليا. طيب في شيء كمان بخصوص قصه جذاب، بس هو كان بمقطع اخر انا حاوري لكم اياه، انه ضفه النهر هي كانت جذباء تماما بسبب قطع الاشجار اللي صار، وهذا الشيء تسبب لكل المنطقه بسيول. السيول هي ليش؟ لأنه الأشجار شو صار فيها؟ الأشجار راحت، فالتربة شو صار فيها؟ ما عادت ممسوكة منيح، فصارت تنزلق انزلاقات التربة هي مع المياه وكذا، بتعمل سيول وبتجرف المناطق كلياتها. فأنتوا متخيلين بقى الأثر الكبير لإعادة زرع ضفة النهر هي اللي صارت جذبة. هون عم يقولوا أنه هي يعني بشكل منفصل عن القصة، أنه الناس عم يقطعوا 15 بليون شجرة كل عام، كل عام، وأنه عدد الأشجار عم ينزل 46%، يعني من وقت ما بلشت الحضارة البشرية نزل عدد الأشجار على الكرة الأرضية 46%، يعني تقريباً النصف، قريب من النصف. وأنه التمبرتشر اللي هي الحرارة ارتفعت 0.7 درجة سيليزية، وهذا الشيء يعني أسرع بكتير، هذا الارتفاع أسرع بكتير من المتوسط تبع ارتفاع درجات الحرارة. فممكن إذا التغير المناخي يلي عم يصير بسبب الأفروستيشن اللي هو إنه الأفروستيشن اللي هو عكس إنه يكون في عنا غابات، تمام؟ بسبب قطع الغابات اللي عم يصير في عنا climate change، تغير مناخي سريع. طيب قبل ما ننتقل لقصتنا التالية، إذا قصتنا هي فعليا عن هذا الإنسان يلي هو ساكن بالهند، واللي هو أخذ على عاتقه أنه كل يوم يزرع شجرة. أنتم متخيلين كيف هو بلش يعني أرض جذباء تماما، وبلش ببذرة، وشوفوا كيف هلأ صارت بعد 35 سنة. وطبعا هي كان هذا الفيديو ب 2017، فأضيفه فوق ال 2017 أربع سنوات أيضاً، فإذا تقريباً هذا الشخص مستمر من 40 سنة بأنه هو يزرع الأشجار، وبفضل جهد شخص واحد، هذا الشخص اللي استمر بهذا الجهد اللي عم يقدمه، صار في غابة وفيها حيوانات وأثرت على المناخ بهذاك المكان. قبل ما نرجع ونشوف باقي قصصنا، مين بيقول لي شو الشيء اللي عم يصير حوالينا اليوم وإله علاقة بالمناخ؟ عم تسمعوا اخبار هيك كثرة الهواء؟ تمام، تلوث الهواء وكثرة المصانع هذا شيء صحيح، بس في اثر سلبي كبير، يعني المنطقه الكره الارضيه تلمسه خلال هاي الايام. خلال الاسبوع الماضي كثير صار مشاكل، حدا سمع فيها عن شيء؟ حرائق حرائق نعم 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 حرائق الحرائق في شتى، يعني
الجزائر واليونان. نعم بتركيا باليونان الجزائر بحوض المتوسط ظهرت الحرائق. العام الماضي كان في حرائق بأستراليا، وظهرت أيضا حرائق طلابنا بأمريكا الشمالية بهالأيام خلال هالشهر يعني. أيضا حد سمع بالسيول؟ حد سمع بالسيول؟ احتباس حراري يعني بالصين. نعم يعني فكرة الاحتباس الحراري هي فعليا المشكلة الأساسية، لكن عم نحكي نحن على هلأ النتائج السلبية اللي عم نشوفها. صحيح صار بالصين، صار سيول بالصين، صار سيول بتركيا، وصار سيول بأوروبا بألمانيا وبأماكن متعددة جدا. إذا عم يصير سيول بنفس الوقت عم يصير حرائق. صار في بالهند الأسبوع الماضي أيضا انهيارات تربة رهيبة، انهيارات تربة رهيبة، يعني هذا انجراف التربة هذا بيروح قرى. فحقيقة يعني وكأنه الكوكب عم يقلنا خلص أنا طفشت منكم. خلونا نشوف قصة تانية، أو هي مقطع صغير، فكرة صغيرة من حدا بيعرف هالبلد شو اسمه؟ جزر اليابان. نعم اليابان، صحيح اليابان. فمقطعنا التالي هو من اليابان. بالنسبة للإيكر هو عن 4 دنوم، يعني 4000 متر مربع. تمام جميل جدا. فيك تكتب لنا هذا الشيء بالتشات بالمحادثة لحتى كلياتنا نتذكره. تمام شكرا جزيلا. هلا هذا المقطع ابو دقيقتين، انا ما حاحكي خلال المقطع، بس يخلص المقطع يعني نقول لكم شو الفكره. اكيد انتم اصلا حتكونوا استنتجتوها لحالكم لما حتشوفوا المقطع. فيلا بسم الله، هي مقطعنا هالمره من اليابان، نشوف شو الفكره. The newspaper that makes the world greener. Green newspaper. Global warming, stress, air pollution. Many problems in the world can be solved through greening. The Mainichi newspapers developed the green newspaper to increase the amount of green in the world. Step 1, understanding. Read newspaper articles and understand global issues. Step 2, action. After reading the articles, plant the newspaper. Step 3, greening. Since the green newspaper is printed on special paper infused with plant seeds, it turns into greenery. The green newspaper was published on Greenery Day, reached more than 4.6 million people. The green newspaper spread all over Japan in the world's first greening project using a newspaper. We also gave lessons about environmental issues in schools using the green newspaper. Over 80 million yen worth of PR. This unique endeavor by the Mainichi newspapers was covered extensively in media and generated a PR effect beyond newspapers alone. New business opportunities. Clients supported the greening events using the green newspaper. It was a successful new business opportunity for the newspaper publisher. From a newspaper that people only read, to media for action. The newspaper that makes the world greener. Green newspaper. طيب إذا انتهت فقرتنا، انتهت الفكرة اللي هون. Green newspaper. قصتنا، أو هي فكرة بسيطة من اليابان. نحن ما عرفنا مين اللي وراها. المقطع ما حكى لنا مين اللي وراها، ما عرفنا الصعوبات، ما عرفنا كيف عملوا هالفكره. لكن الفكره اذا مين استنتجها؟ مين قلنا شو هي الفكره بالضبط؟ مين ممكن استنتجها؟ الفكره هي زراعه النباتات في هذا المقطع. تحدث اكثر شيء سمعته عن نيوز بيبر، عن الصحف والاخبار يعني. طيب زراعه النباتات من وين؟ يعني مين فهم الإبداعية؟ الأوراق اللي عم يلموها من اللي هي عم يكون في بقلبها بذور نباتات. صحيح بالضبط. فإذا هاي الجريدة مصنوعة بحيث إنه يكون فيها بذور نباتات صغيرة كتير كتير،
وأيضا الجريدة نفسها الحبر تبعها هو من الفيرتلايزرز اللي هن شو الأسمدة، تمام؟ هو عبارة عن أسمدة كيماوية بسيطة. فإذا الورقة نفسها فيها البذرة وفيها شوية غذاء وسماد، تمام؟ فتنحط بالتربة وتنسقى بالماء وبتطلع، تطلع نبتة منها، تطلع زهرة. فالفكرة هون إذا إنه صناعة هاي الجريدة مصنوعة بطريقة بحيث إنه هي تعيد النمو. نحن أنتوا بتعرفوا أصدقائي إنه الجرائد مصنوعة من شو؟ من الشجر. بالضبط. فإذا الجرائد، الورق، كل الأوراق اللي بين إيدينا من الدفاتر هي فعليا شو؟ يعني الإنسان للآن ينتج الورق من وين؟ من الأشجار. وبالتالي الجرائد خشب. الخشب، نعم. وبالتالي جرائد يعني في خشب عم نقطعه لحتى نعمل ورق. فشو الفكرة؟ الفكرة إنه نحن بدنا نعيد إنتاج هذه الشيء اللي نحن استهلكناه، الخشب اللي نحن استهلكناه، أو نعيد التخضير، بما أنه نحن أزلنا الخضار من البيئة، فنعيد التخضير كيف؟ بأنه هي الجريدة نفسها أصلاً يكون فيها بذور وتكون هي نفسها قابلة للنمو من جديد. فإذا هي الفكرة تبع الجرين نيوز بيبر. طيب حد عنده سؤال عن هاي الفكرة قبل ما نرجع ونشوف قصة تانية؟ طيب الأمور طيبة معناتها. إذا هلأ عنا مقطع أخير هنحضره، هالمقطع هو من هذا البلد اللي هو صراحة يعني بده يكون شاطر كتير اللي بيعرف هذا البلد، نسميه عبقري الجغرافيا اللي حيعرف هذا البلد شو اسمه. هلا هو جنوب السودان. إثيوبيا؟ لا كان اسمه. طيب هذا البلد اسمه أوغندا. أوغندا يعني جديد، تمام؟ طيب خلونا نشوف هالمقطع. المقطع أيضا مقطع قصير، أنا ما حترجم المقطع لأن المقطع مترجم بالعربي أصلا، فتابعوا معنا. بسم الله. We construct houses using plastic bottles. You don't need to move far to look for solutions for your problems. People, after taking water, mineral water, they just dump bottles anywhere. We wanted our community to realize that you don't need to have a lot of money to construct a house. It can last for over 2,000 years. In most cases, we collect bottles from slums and from different trenches. In refugee camp, there are over 50,000 people. So all those people, we educated them how they can easily protect the environment and how they can easily use the available resources. Mainly we train marginalized youth because for them they have no hope from the government, from anywhere. Wherever you are, a solution is beside you. مقطع قصير. إذا شو رأيكم بهذا المقطع أصدقائي؟ شكو زال. شكو زال. جميل، يحافظ على البيئة. فكرته رائعة. فإذا مقطع قصير شرح فيه الفكرة. قال إنه نحن عم نبني البيوت من الأناني البلاستيكية. شرح إنه هنا المناعة عم ياخذوا الأناني هاي البلاستيكية. أصلاً في كتير لأن الناس عم تكب وين ما كان. فعم يأخذوا الأناني هاي يجمعوها من أماكن معينة من الأحياء الفقيرة. حكى أيضا من الناس اللي عم يشغلوا هون، عم يشغلوا الناس اللي هن بمخيمات اللجوء. في ناس كتير أصلا عاطين عن العمل، ما عندهم أمل بشي، ما عندهم مال، فعم يدربوهم ويورجوهم كيف ممكن يستغلوا الموارد الموجودة حواليهم بشكل بسيط لحتى هن يبنوا بيوتهم بأنفسهم من هاي الموارد. فإذا هاي ثلاث قصص اليوم، ثلاث قصص
أو ثلاث أفكار أخذناها. أخذنا قصة، قصة من الهند، ثم فكرة من اليابان، ثم أيضا فكرة بسيطة من أوغندا. المشترك بيناتهم، المشترك بيناتهم شو؟ كلهم عم يمسوا شو بالضبط؟ محافظة على البيئة. تمام بالضبط، حماية البيئة بالضبط. إذا كل الأفكار الثلاثة فعليا هي تمس البيئة، تمس البيئة. وفعليا اللي بدنا نقوله يعني جلستنا اليوم هي عنوانها اللي حتلاقوه بعدين على اليوتيوب، الأثر المستمر على البيئة، لأنه هذا هو الشيء اللي بيربط بين هاي القصص الثلاثة. وحنحكي هلأ بالتفصيل أكتر عن هالشيء. خلونا نحكي عن المشكلة الأولى اللي عم تواجهنا كلياتنا، نحن كل البشرية عم تواجهنا، اللي هي موضوع قطع الأشجار. هلأ أنا بدي حدا منكم أصدقائي، حناخد هلأ مشاركات، نبدأ ناخد المشاركات. طيب خلونا نشوف مين اللي رافع إيده عشان سؤالنا الأول اللي هو ليش أصلاً نحن عم نقطع الأشجار؟ يعني ليش نحن شو بنستخدم الأشجار؟ هذا هو سؤالنا الأول. فخليني نشوف مين رافع إيده لحتى. طيب المرة الماضية ما شاركونا. إبراهيم أنت المرة الماضية كنت رافع إيدك طول الوقت وما شاركت، فحنبدأ معك. مستعد؟ تمام يا إبراهيم. هلأ سؤال، نحن بشو بنستخدم، يعني ليش نحن بنقطع الأشجار؟ شو استخداماتنا للخشب؟ استخدامات الخشب في التدفئة، تمام؟ ولصناعة البيبر الورق، تمام؟ من أجل الدراسة يعني مثلا. تمام تمام. أيضا شو كمان بيخطر لك؟ بس شو بيخطر لك؟ هل الناس اللي كانت تسكن بالغابات كانت تسكن بشو؟ ببيوت من الخشب. تمام تمام. إذا فينا نقول أكواخ، وأحيانا لهلا في بيوت بأجزاء كبيرة من مثلا أوروبا. نعم هي من الخشب. نعم تمام. أيضا شو في شيء هلا تطلع حواليك وشو في شيء مصنوع من الخشب؟ يستخدموا للتشعيل النار. تشعيل النار، التدفئة، رائع. إذا قلنا التدفئة وقلنا صناعة البيوت، أيضا في شيء أساسي كتير بيستهلك خشب أصدقائي. أنسي صناعة أساس المنزل، وأنسي والأبواب والخشب. السفينة. طيب ممتاز اللي قلتوا. إذا قلتوا السفن، نعم السفن، في سفن خشبية، لكن يعني الآن هلأ في سفن كتير هي فعليا معدنية، بس الأوراق للآن نحن نستخدمها للأوراق للأقلام، وبشكل أساسي والمستهلك الأكبر هو الأثاث. كل البشرية أثاثها شو؟ أثاثها بشكل أساسي هو من الشجر. نعم الخشب. فإذا قلنا بناء البيوت، الأثاث، تدفئة مثل ما أنتوا قلتوا للآن، تدفئة، الأوراق، الأقلام، ممكن في شيء تاني كمان إحنا ممكن نضيفه. فإذا هي الأشياء الأساسية إذا يلي يعني مشانها نحن بنقطع الأشجار. هلأ سؤالي، رب العالمين ما خلق الأشجار عشان نستخدمها؟ يعني هل في مشكلة إنه نحن عم نستخدم الأشجار يا إبراهيم؟ لا ما في مشكلة، يعني حتى سؤالي كان انقطع عندي يعني بسبب الإنترنت، بتمنى تيدي أنسي. سؤالي هو إنه رب العالمين ما خلق الأشجار مشان نحن نستخدمها؟ رأسي يعني لخلق الله عبرة، تمام أنسي. فالأشجار بدورية تأخذ أكسجين وتطرح تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين، يعني من أجله يعني تحافظ على البيئة من طبقة الأوزون، يعني تقريبا من أجله تنسقب بسبب ثاني أكسيد الكربون يعني، ويمكن الإنسان يستخدمها في حياته اليومية، تمام أنسي. وبإمكانه يزرع بدالة، يعني انقطع الشجرة يزرع بدالة. طيب إذا أنت بتشوف إنه نحن يعني بالنهاية رب العالمين بالقرآن لما قال سخر لكم، فهو سخر لنا هذه الأمور، صح ولا لا؟ يعني نحن إذا استخدمناها بإنه نبني البيوت ونعمل أثاث وتدفئة أوراق وأقلام، في شيء غلط بهذا الشيء؟ لا الاستخدام الصحيح لا. الاستخدام الصحيح لا. الاستخدام الصحيح لا. شو رأيك يا رنا؟ صديقتنا رنا. لا معك أنسي، هلا قوي. إذا كنا من نحن نستخدمها فما فيها مشكلة،
نقطة، بس أما إذا قطع الشجر من دون سبب أو حرق الغابات يعني هذا أكيد أنسي بيضر الغابة والبيئة والمجتمع. طيب بس بدي أقول لك شغلة رنا، تعرفي إنه الإنسان الآن ما عم يقطع الأشجار من دون سبب، الإنسان هلأ عم يقطع الأشجار لسبب، عم يعمل أثاث، عم يعمل أثاث بشكل كبير، يعني متاجر الأثاث صارت زيادة، والناس أصلاً في مناطق كتير بالعالم الناس يعني بتستهلك الأثاث وبتبدله، يعني مو إنه والله قطعة أثاث بتشتريها مرة واحدة بحياتها لحتى يعني تستهلكها تماماً وتبلى، لا، وإنما ممكن تقول أنا مليت من هالأثاث وترجع تعيد وترجع تجدد بيوتها وكذا، في ناس هيك تمام. فصناعة الأثاث بزياد، فالإنسان ما عم يقطع الأشجار من دون سبب، عم يقطعها بسبب، لكن إذا الإنسان استهلك 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 كتير، بالنهاية شو بده يصير؟ يعني إذا أنا قطعت الأشجار لأنه عم استخدمها والله أعطانيها لا استخدمها، وين المشكلة؟ ما في مشكلة، بس أنا استخدمتها بشكل مفرط بشكل كبير يمكن فوق الحاجة حتى تبع البشرية، فهون شو بيصير؟ هلأ رنا بدك تساعديني وتقولي لي شو النتائج السلبية تبع قطع الأشجار الجائر، مستعدة؟ ايه أنسي. طيب أعطيني آثار، شو الآثار السلبية لقطع الأشجار الجائر؟ أنسي ممكن إنه يقل الأكسجين، رائع. أنسي يكتر ثاني الكربون، ممتاز. أنسي النباتات إنه الأشجار يعني الغابات أنسي بقل فيها الحيوانات، مثل مثلاً إذا شجرة يعني فواكه بتسمر أنسي بينقطع إنه الفواكه بصير أقل، صحيح. وهيك أنسي شجرة زيتون يعني أنسي كمان بينقطع الزيتون بصير أقل إذا كان جائر لكل الأشجار، فإنه يعني صحيح هاي الأشجار المثمرة، صحيح. إذا نحن عم نحكي هلأ على النتائج السلبية لقطع الأشجار الجائر، فأنت قلت صديقتنا أنه رنا قالت انخفاض مستوى أكسجين، ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، مساكن الحيوانات تخرب، كل هالأماكن هي شو؟ هي بيوت حيوانات، يعني يا حرام عملنا لهم موجة نزوح للحيوانات لحتى يروحوا لأماكن أخرى. أيضا إذا كان التصحر، أيضا فايز قال التصحر، صح، تصحر، زيادة في التصحر، ممتاز. لما يصير في تصحر والتربة ما تمسك شو بيصير؟ أنسي بيقلب الشجر سيول وفضل أنسي الصحراء بتجي بيجر الرمال على الأراضي الزراعية بيخربها، صحيح. إذا هي التصحر، هي نتائج التصحر، وأيضا زيادة في السيول وانجرافات التربة مثل ما أصدقائنا عم يكتبوا لنا بالتشات. وأخيرا بسبب ارتفاع ثاني أكسيد الكربون فبصير في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة. فنحن هلأ بدي أكون تنظروا لهالصورة أمامنا، نحن عنا حاجة لحتى نقطع الأشجار، لكن قطع الأشجار عم يسبب هاي النتائج السلبية، شو الحل؟ صحيح بيصير في قلة أعداد حيوانات ومنها إرى الانقراض. هلأ بدي أكون تفكروا شو الحل ببالكم، تمام؟ حننتقل لمشكلة أخرى، حننتقل لأمر آخر نحن أيضا عم نعمله بالبيئة، واللي هو صناعة البلاستيك. البلاستيك المادة الأساسية اللي يعني المادة الأساسية بصناعة البلاستيك هي البولي إيثيلين، والبولي إيثيلين يمكن أصدقائنا اللي بالبكالوريا حيعرفوا إنه هي من البوليمرات، البوليمرات اللي هي إذا درستوا تفاعلات البلمرة فبتكونوا عارفين شو هي البوليمرات. طيب صناعة البلاستيك هلا الآن بدنا نحكي عنها، بدنا نحكي إنه نحن ليش بنصنع البلاستيك أصدقائنا، يعني البلاستيك المادة هي لما اكتشفوها كتير صناعات صارت بالبلاستيك، شو إيجابيات البلاستيك برأيكم؟ هذا الشيء اللي نحن هلأ بدنا نحكي فيه، يعني بدنا نحكي شو الحاجة لصناعة البلاستيك. شكرا يا إبراهيم، شكرا يا رنا، إذا بتنزلوا إيدكم منكم ممنونين لحتى نشوف أصدقائكم يلي غيركم رافعين إيدهم. شكرا جزيلا لكم إبراهيم ورنا. معنا صديقنا أحمد الجرك، صديقنا فايز، بس نحن بدنا ناخد يعني إذا بدنا ناخد شاب وبنت، حناخد أحمد ومروة وفايز إن شاء الله بالنقاش القادم، يعني هلأ بالشريحة اللي بعدها إن شاء الله. إذن أحمد ومروة جاهزين؟ جاهزين. حلو، إذن بداية بدي تفكروا لي البلاستيك بشو يستخدم الآن، البلاستيك؟ صنع قوارير المياه.
صنع قوارير المياه. حلو، أكثر شيء صنع قوارير المياه. يعني قوارير المياه هي عبارة عن شو؟ يعني إذا المنتج هو المي، فقوارير المياه هي شو تعتبر؟ حافظة، صح؟ مزبوط. حلو، فإذا كانوا من قبل مثلا شلون بدنا نحفظوا المي؟ فخار، شو اسمه، إذا بتتذكر، إذا بتشوفوا مثلا بلقطات قديمة بالصحراء بيكون في محفظة من جلد، صح ولا لا؟ بيحطوا فيها السوائل. هلأ لما الناس اكتشفت البلاستيك لقيت إنه طريقة مميزة لحفظ الماء والسوائل وأشياء كتير، فإذا بستخدم بالتعبئة، بستخدم بالحفظ أيضا. بشو ممكن نستخدم البلاستيك؟ عصيبة صنع طاسات، طناجر. نعم صحيح، إذا ممكن يكون أواني. صحيح، إذا الأواني ممكن نحن نعملها من البلاستيك أيضا. مروة تفضلي. صنع الأطراف الاصطناعية. صنع الأطراف الاصطناعية صحيح. طيب ليش نحن عم نقدر نصنع الأطراف الاصطناعية ونصنع الأواني؟ هو البلاستيك شو الشيء الإيجابي اللي فيه؟ هو سهل، شو سهل في مرونة. إذا نحن بنقدر، طبعا أول شيء هو بديل رخيص أصدقائنا، بديل رخيص لكتير شغلات، تمام؟ سريع الانصهار يعني؟ أيوة تمام، يعني فيكم تقولوا إنه هو عنده قابلية للتشكيل، قابلية للتشكيل، فمنشكله نحن بكل الأشكال اللي نحن بدناها. بتشوفوا أنية المي قدامكم إلها أشكال متعددة، ممكن نعمل أطراف صناعية لأنه بدها أشكال محددة، والبلاستيك ممكن يطاوعنا مثلا، ممكن نعمل كتير أشياء فيه. فإذا هو إيجابياته أنه بديل رخيص، صح ولا لا؟ قديش أنية المي بتشتروها؟ أكيد أكيد رخيص، صح؟ البلاستيكة. طيب فإذا هو بديل رخيص قابل للتشكيل، شو أيضا إيجابيات؟ أعطوني إيجابيات. يعني بتياكل تفكروا بكل الأشياء حواليكم اللي فيها بلاستيك، الأشياء اللي ممكن نغلف فيها الطعام، المشمع الرقيق هذا بلاستيك، الأناني القاسي هي بلاستيك، بتروح على الحديقة شو بتلاقوا؟ ألعاب الأطفال مصنوعة من شو؟ صح ولا لا؟ البلاستيك. أنسى كمان البنزين والمازوت آخر شيء صاروا يعملوا له معامل لتكريره ويستخدموا البلاستيك. أيوة، هي بقى بدك تشرح لنا إياها أكتر. يعني يستخدموا البلاستيك بشو؟ أنسى أنا فيني أشرح لك إياها لأني جربتها. البلاستيك بالتدفئة مثلا أو تشغيل اللي يسمى الببور. فإذا يعرفوا. حلو كتير، بس أصدقائي بدي لكم شغلة، هل تم إنتاج البلاستيك مشان هذا الموضوع ولا هي وسيلة تأقلم؟ عصيبي دونات مثلا. لا عصيبي وسيلة تأقلم. إيه إذا لحظة صديقنا أحمد، إذا موضوع إنه أنا أحرق البلاستيك ويساعدني وأخذ منه كذا، هاي وسيلة تأقلم أصدقائي، مو هو السبب الأساسي اللي نحن صنعنا مشان البلاستيك، بس الصناعة الأساسية للبلاستيك إجت ليش؟ لأنه هو بديل رخيص عن كتير أشياء، لأنه هو قابل للتشكيل بالأشكال اللي أنا بدي إياها. ممكن أنا ساوير إيه كتير فيكون بالتغليف، ممكن أنا أعبي فيه شغلات، ممكن حتى أنه يدخل بشو؟ أحفظ فيه أشياء. نعم تحفظ فيه الأشياء، نعم تحفظ فيه الأشياء، التغليف والحفظ. أيضا أصدقائي بتعرفوا أنتوا الملابس اللي هي ما بتتبلبل، صح؟ اللي هي مثلا تبع المطر، احيانا الجواكيت بينزل عليها المي مثلا ما بتتبلبل. في اذا يدخل ايضا في الثياب، اذا البلاستيك يدخل في الثياب كنسيج، وانا فيني عبيه وفيني خليه يغلف وفيني شكله بالشكل اللي بدي اياه، هو بديل رخيص لكتير اشياء. حتى اساس ممكن تلاقوا حواليكم شيء بلاستيكي فعليا، كراسي. الكراسي هي مثلا اغلى خشب ولا اغلى بلاستيك؟ لا أغلى خشب، صحيح. إذا أنا فيني استخدمها لأنه أنا فيني شكل فيها يلي بدي إياه، ففيني أعملها معالق وكاسات وكذا. وهي شو بقى هاي المعالق والكاسات والصحون؟ تعتبر شو؟ بديل رخيص مقابل الزجاج، صح ولا لا؟ إذا هو بديل رخيص وفيني أعمل شيء كل شيء بدي إياه
من البلاستيك، حتى أنه أيضا ممكن يفوت بالأثاث. فإذا أثاث، ثياب، فيني عبيه، فيني خليه يغلف، فيني شكله الشكل اللي بدي إياه، بديل رخيص لكتير خامات أخرى. ولذلك لكل هالإيجابيات اللي فيه صار كتير كتير عم ينتج البلاستيك. هلا نرجع مرة تانية لسؤالنا، هل رب العالمين عطى الإنسان عقل، عطى الإنسان المواد اللي موجودة حوله بالكون لحتى ما يستخدمها لمنفعته؟ هل خطأ أنه نحن عم نصنع بلاستيك؟ لا مو خطأ، إنه هذا بيفيدنا نحن ببناء البشرية. طيب مروة عم تقول مو خطأ، أحمد برأيك خطأ ولا مو خطأ؟ هو خطأ، خطأ هو صحيح علينا، أما خطأ على البيئة. طيب هذا رأي مروة، نسمع من أحمد. أحمد شو رأيك؟ أسيس ممكن تجي السؤال، هل خطأ أنه نحن نستخدم شيء رب العالمين عطانا يا من مكونات البيئة لحتى نصنع مادة مثل البلاستيك فيها كل هالإيجابيات؟ هل خطأ هذا الشيء؟ أسي لا مو خطأ. طيب لكن شو المشكلة؟ أسي استخدمنا شيء يعني أسي بلاستيك بس يعني الشغلات ما عليها القيمة، أسي خطأ هيك. إذا شغلات ما عليها القيمة يعني صرنا عم نستهلك البلاستيك زيادة عن اللزوم أصدق صح؟ طبعا. شغلي ما له لازمة، مو لازمتنا، لكن احنا قلنا فينا نصنع من البلاستيك لانه رخيص فصنعناها. هذا رايك. طيب حلو، حلو كتير. طيب يا احمد بدي اياك تساعدني وتقلي شو النتائج السلبيه لصناعه البلاستيك، شو المشكله اللي عم يعملها البلاستيك برايك؟ اصلا ما عندي فكره. طيب معناته ناخذ من اصدقاء اخرين. شكرا يا احمد وشكرا يا مروه. ناخذ اسئله التلوث البيئه. حلو. طيب تلوث البيئة هذا معنى عام، نحن بدنا نشوف التفاصيل، ليش البلاستيك بيلوث البيئة؟ شو بيصير له؟ شو ميزات هالمادة؟ نحن قلنا إيجابيات هالمادة، قلنا هون إيجابياتها. أسي من دخانه. إذا احترق البلاستيك عند كونها أنها طرية وقابلة للمرونة، أحيانا تنمزج مع التربة، فإنه هي بتسبب ضرر للتربة. طيب حلو كتير. إذا مرة وأحمد عطونا رأس الخيط، بس نحن هلأ بدنا نسمع من غير مرة وأحمد. شكرا يا مروة وشكرا يا أحمد. حناخذ أصدقاء آخرين. حنسمع من فايز إذا هو لسه مستعد، ونسمع من ريهام. وريهام صديقتنا معنا. أنا هلأ فتت بس مستعدة. مستعدة هلأ فتي ومستعدة ورفعت إيدك ما شاء الله. فايز معنا ولا ناخذ حدا تاني؟ لا. طيب لؤي يلا يا لؤي. ما كانسي. طيب اذا لؤي وريهام انا بدي اياكم تحكوا لي البلاستيك كيف بضر البيئه، شو مشكله البلاستيك؟ تمام انسي بلش انا ولا تفضل انت؟ انسي مشكله البلاستيك هي اول شيء عم يروح اخر شيء عم يتصرف للبحر، عم يلوث البحر، عم يضر الاسماك. الاسماك عم تبتلع بلاستيك، الأسماك عم تولع بلاستيك فعم تموت أسماك البحر. وفي أسماك كمان لما تكون عم تاكل بلاستيك تقطع أحشائها بيجي بياكلها العصفور، كمان هذا الشيء بيضره للعصفور. حلو كتير. طيب إذن لوي عم يقلنا أنه بالنهاية البلاستيك عم يوصل للبحر وعم يوصل للكائنات البحرية، والكائنات البحرية يمكن عم تاكل منه. هلأ سؤالي ريهام، فكري معي، هل الكائنات البحرية عم تاكل الأنينة مثل ما هي ولا كيف الوضع؟ لا أنسي هو الكائنات البحرية بتاكل الأعشاب اللي بقلب البحر، وهو بس يتفكك، مع أنه بده وقت طويل ليتفكك لأنه هاي من سلبيات البلاستيك. بس يتفكك رح يعني النباتات رح تاخد هذا الشيء، هذا الضرر، والأسماك رح تاكل هذا الأعشاب، فهيك نحن ضرينا الأسماك، يعني مو نحن البلاستيك. حلو كتير. فإذا أول شغلة إحنا متفقين عليها أن البلاستيك ما بيتحلف. قبل شوي بالمقطع اللي شفناه من أوغندا كان عم يقول أن الأنينة البلاستيك بتضل كم سنة؟ حدا انتبه؟ 2000 سنة. أنسي 2000 سنة. 2000 سنة إذا أنا تركت أنينة البلاستيك هيك بالطبيعة على حالة، فلحتى تتحلل بدها 2000 سنة. يعني حقيقة هي ما بتتحلل، يعني بعمر الإنسان هي ما بتتحلل، ما بتتحلل. فإذا لما ما تتحلل هي مشكلتها الأساسية، إنه فوتنا شيء على البيئة غير قابل للتحلل مطلقاً. طب وين بده يروح؟ شو بيصير له؟
يلي بيصير له انه بالحراره بالشمس بكذا، اذا حطيتوا كيس نايلون بالشمس ترجع بعد فتره بتلاقوه شو صاير فيه؟ عن سدايب. نعم بيتفتت بيتشاشى صح ولا لا؟ فاذا هي ما بتتحلل لكن بتتحطم، بتتحطم لاجزاء صغيره صغيره صغيره، وهي الاجزاء الصغيره مثل ما قال صديقنا لؤي اخر شيء بتفوت على البحر وبياكلوها الكائنات البحريه لانه بتشبه كثير اشياء ممكن ياكلوها. فاذا هي تحطمت تحطمت لكنها غير قابله للتحلل، فلما اكلوها كانوا عم ياكلوا شيء سام بيقتلهم، ويلي حياكل هي هذا الكائن ايضا حيتسمم. فاذا هي ما بتتحلل، بتتحطم، تتراكم، تتراكم بالبيئه، وين بدها تروح؟ ما في تحلل، فبتضل تتراكم بالبيئه تتراكم، اخر شيء تقتل الكائنات اللي هي عم تاكلها، واخر شيء بس توصل، بس توصل دورة الحياة إلنا، بس توصل السمكة إلنا، فهي حتسمم الإنسان. في مثلا دراسة بتقول إنه بعد 2000 نسيت إيش كان، يعني يمكن خلال 15 سنة ممكن نسبة كبيرة من الرجال تعاني العقم بسبب إنه نحن نص الأكل اللي عم ناكله خصوصا الأكل البحري مسمم بالبلاستيك. يعني هي من الآثار اللي ممكن تكون. فإذا تسمم بالبلاستيك، تسمم بالبلاستيك. أيضا الشيء اللي انتوا قلتوا اول شيء اللي هو انه لما تحرقوا الغاز اللي بيطلع منه يا لطيف شو انه هو سام وقاتل. اصلا موضوع انه انا استهلك البلاستيك باني بالتدفئة هذا كتير كتير شيء خطر اصلا، يعني اصلا ولو كان انه هو سبيل تعويضي عشان احنا ما عنا خشب للتدفئة كذا بنعمل نستخدم البلاستيك، لكنه جدا سام وضار، وبالنهاية هالتلوث كله بيرجع على طبقة الهواء الجوي اللي نحن عايشين تحتها. طيب فإذا شكرا ريهام وشكرا لؤي للنقاش السريع اللي ناقشتونا اياه. فإذا بالنهاية أمامنا مثل ما نحن اطلعنا على المشكلة اللي فوق قبل شوي وشفنا قطع الأشجار، شايفين أنه نحن في إيجابيات لقطع الأشجار وفي سلبيات عم تنتج منه. أيضا بالنسبة لصناعة البلاستيك في إيجابيات البلاستيك لكن في سلبيات عم تنتج منه. فإذا هلأ بدنا نحكي بالحل، بالحل. هذا الشكل بشو يوحي لكم أصدقائنا؟ بشو يوحي لكم هذا الشكل؟ سامية. إعادة تدوير. إعادة تدوير. نعم إعادة تدوير. فإذا فعلا هذا الشكل يوحينا بإعادة التدوير. هلأ أكيد منكم صح يا فايز إعادة تدوير. فإذا تتذكروا أنتوا الدورات اللي موجودة يعني النظام البيئي رب العالمين خلقه بحيث أنه في شيء دائما بيدور فيه صح ولا لا؟ درسنا مثلا دورة الأكسجين صح ولا لا؟ يمكن طلاب العاشر البكالوري بيعرفوا، يمكن حتى طلاب التاسع عندهم فكرة. في دورة للأكسجين، في دورة للماء، في دورة للنيتروجين، في دورة للكربون، كل مكونات البيئة، في دورة للفسفور، كل مكونات البيئة إذا بتفوت بالبيئة ضمن دويرة، يعني هي كأنه تنمو وتستهلك، تنمو تمام وتستهلك بس ترجع تنمو. الشيء اللي بيدخل لل 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 للبيئة للدولاب البيئي لازم يتم إعادة استهلاكه. هلأ سؤال، إذا في شيء فات، إذا أنا أدخلت شيء جديد، أدخلت إجراء جديد مثلا قطع الأشجار، هو عملية تغيير أنا أدخلتها للبيئة، قطعت الأشجار وما في سهم راجع، شو ممكن يصير بالنهاية؟ صحراء. فإذا الأشجار ممكن تنتهي. طيب إذا أنا أدخلت البلاستيك للبيئة، أدخلته هيك بهذا السهم، لكن البلاستيك ضل عم يدخل 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 للنظام البيئي دون أن يخرج منه، بصير تراكم. رائع. فإذا إما بصير تراكم أو بصير انقراض. إذا في شيء أنا ضلت عم أخده ما عم رجعه مثل الشجر، فبصير انقراض. وإذا في شيء ضلت عم فوته وما عم ارجع استهلكه واسحبه او استخرجه من هاي الدورة، فبالنهاية بده يصير عندي تراكم، وعلى الحالتين انا بكون خربت شو ما يسمى بشو بالنظام البيئي، اخليت بالتوازن البيئي. فالحل اصدقائي هو شو؟ اذا الحل هو مثل ما كلاتنا اكيد استنتجنا انه نحن الحل لهالامور هي اعادة التوازن البيئي، إعادة التوازن البيئي. طيب إذا عم صنع منتجات البلاستيكية، شو الحل؟ شو لازم أعمل بالبلاستيك؟ مين شاركنا؟
نجلاء كنت رافع ايدك. هسه ممكن اعاد السؤال؟ هسه انا ما رفعت ايدي لا، بس عيد السؤال. طيب ممكن انا هعيد السؤال للاصدقاء اللي ما سمعوه. عم اقول اذا انا صنعت منتجات بلاستيكية، انا عم صنع منتجات بلاستيكية، شو الحل لحتى انا خلي البلاستيك يدور ضمن الدويرة ما يعمل لي تراكم؟ شو الحل؟ بامكان احط له حدود مثل شيء حديد مثلا، اعمله على شكل دائرة بحيث انه البلاستيك عندي ما يطلع لبراته، يعني احطه ضمن حدود. طيب هلا هو البلاستيك عم ينزل على السوق، كلنا عم نستهلك اشياء بلاستيكيه، وكلنا لما بدنا نستهلك اكثر حنروح لوين؟ حنروح على الصيدليه نشتري دواء معبى بعلبه بلاستيك، حنروح نشتري شامبو معبى بعلبه بلاستيك، قنينة مي معباية بعلبه بلاستيك، حنجيب اكياس شيبس، حنجيب كثير شغلات هي كلها حوالينا هي بلاستيك. ف شو بدي اعمل انا حصنع بكل الاحوال، لكن شو اللي لازم اسويه لحتى خلي البلاستيك ما يتراكم بالبيئة، ما يتراكم؟ خلونا نسمع، شكرا يا نجرة، بس خلونا نسمع من جودي نشوف يمكن تتبلور الفكرة أكثر. جودي عندك فكرة؟ السلام عليكم أنسي. عليكم السلام أنسي. برجع بستخدم البلاستيك، برجع بستخدمه يعني. حلو، جميل جدا. يعني أنا إذن أعيد تدوير البلاستيك. شو يعني تدوير؟ كلمة تدوير أصلاً جاي من وين؟ جاي من الدويرة هي اللي هي تبع التوازن البيئي. فإذا أنا صنعته برجع بستخدمه بشي تاني. ليش لازم أرجع أشتري؟ ليش لازم أشتري أنينة مي جديدة ما أرجع أعبي الأنينة نفسها؟ ليش ما أرجع أعبي منتجاتي بالحوافظ نفسها اللي موجودة عندي؟ ليش كل مرة لازم كبه واستخدم شيء جديد؟ ليش؟ فإذا أنا أعيد تدوير البلاستيك، أو ممكن حتى مو انه انا بس استخدم الأنينة والكيس اكثر من مره، وانما يكون في مصانع بتاخذ البلاستيك بتصنفه الى اصنافه المتعدده، وفي شيء منها قابل لاعاده الصهر واعاده التشكيل وبتعمل منتجات جديده، هذا تدوير البلاستيك. فاذا هل في داعي انه انا ضل عم صنع منتجات بلاستيكيه الى الابد؟ لا، انا صنعت في كتير بلاستيك هلا بالكره الارضيه، هذا البلاستيك شو لازم نعمله؟ نعيد تدويره. فهيك نحن منكون فوتناه مرة تانية للدويرة. طيب شكرا يا جودي. خلينا نشوف المشكلة التانية اللي هي قطع الأشجار. قطع الأشجار كيف أنا فيني رجع فوتها للبيئة مرة تانية سريعة هي وبسيطة وسهلة؟ من خلال تفضلي سامية. أنسى هلأ نحن يعني لح كتير إنه نستخدم الأشجار وما رح نقدر نستغني عنها. فينا انه كل ما قطعنا شجرة فينا نحسن انه نرجع نزرع غيرها، فهيك يعني ما بصير في عنا اختلال التوازن البيئي. حلو كتير، حلو. اذا قطع الاشجار يقابله ببساطة زراعة الاشجار، لكن ايضا بدنا ننتبه لشغلة اصدقائي، انه قطع الاشجار سريع، بينما زراعة الاشجار لحتى النبتة ترجع شجرة بدها وقت طويل، صح؟ صح. فهذا شيء بدنا ننتبه له نحن. يعني الأمر مو بالسهولة، لكن هي فعلا وسيلة لحتى نحن نرجع ندخل الأشجار مرة تانية بهي الدويرة اللي هي دويرة التوازن البيئي. فإذا صنعنا نعيد الاستهلاك، قطعنا نعيد الزراعة، وهكذا نعيد التوازن البيئي. هلأ شكرا لكم جميعا. هلأ حنفوت بإنه نحن حنقارن بين الأفكار الثلاثة. حنقارن بين الأفكار الثلاثة، وهالمرة بقى بدي أشوف أيادي جديدة من الأصدقاء اللي ممكن يشاركونا بي. بدي شخص واحد، فتاة أو شاب، لحتى يناقش معي فكرة سرعة التأثير بين الأفكار الثلاثة غير أحمد وسامية ومروة. أمل كيروان، فيك تحاكينا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا أمل، يا أهلا وسهلا. تشاركينا؟ أنت ماني جاهزة. طيب مالك جاهزة، أمل مالك جاهزة، شوف حدا تاني جاهز. يا روان هل أنت معنا يا روان؟ ليش كلياتكم
ليش خايفين من السؤال؟ الموضوع سهل على فكرة. معنا يا روان؟ ايه سامع. طيب معلش حتى لو مرافعين ايدكم لانه يعني بدنا نسمع اصوات جديدة. طيب يا روان برأيك هلأ شايفة أنت الصورة الأولى هي صورة شو؟ هي صورة موضوع الزراعة اللي نحن شفناها بالمقطع الأول. برأيك موضوع زراعة الأشجار من ناحية سرعة التأثير على البيئة هل هو سريع ولا بطيء؟ كيف يعني أنه تأثير أنه بيأثر عليها؟ يعني هلأ أنا حأعيد زراعة الأشجار فأنا عم بعمل أثر إيجابي على البيئة صح ولا لا؟ أنسي. طيب هذا التأثير اللي أنا عم أعمله هل هو بشوف نتائجه بسرعة ولا بشوف نتائجه ببطء؟ لا أنسي أنه ببطء حيكون. طيب لأنه إذا يعني نبتة أنه بتطول لتطلع. تمام صحيح. فإذا سرعة التأثير على البيئة هي بطيئة بطيئة. طيب خلينا نفكر بالفكرة الثانية اللي هي كانت أنه أنا عندي جريدة وهي الجريدة بزرعها وبتعطيني نبتة زهرة بتعطيني خضار التأثير على البيئة هون سريع ولا بطيء برأيك؟ سريع على الجريدة. هلأ ممكن تنمو بسرعة لكن أنا عم نسأل عن خلونا نفكر بالتأثير على البيئة كلياتها. يعني هلأ أنا هون قطعت جريدة وزرعتها وطلعت لي نبتة صغيرة هل قدها؟ إذا استمريت بأنه أنا كل جريدة اشتريها ازرعها وتطلع نبتة وكذا حيكون في أثر لكن هل هذا أثر سريع ولا بطيء؟ لا عيدي لي لأني ما سمعتك. بطيء. نعم صحيح بطيء. إذن الأثر تبع الفكرة الأولى والأثر تبع الفكرة الثانية أثر بطيء. الأثر صحيح موجود لكنه بطيء. طيب خلونا نشوف الفكرة الثالثة. الفكرة الثالثة اللي هي إنه أنا ابني البيوت من الأناني البلاستيكية تمام؟ الأثر الإيجابي على البيئة اللي هو تخليصها من البلاستيك اللي فيها هل هذا الأثر حيتم بسرعة ولا حيكون ببطء؟ كمان المايك عندك روان نسمع روان. كمان حيكون ببطء يعني هلا نحن قارنا صحيح روان فنحن قارنا بين الثلاثة الأثر يلي حيكون على البيئة الأثر الإيجابي على البيئة سواء نحن قعدنا زراعة شجرة أو أنه خلينا الجريدة ترجع تنبت أو أنه أنا استهلكت البلاستيك بأشياء أخرى كل هاي أثرها على الأثر الإيجابي هو أثر بطيء طلابي بطيء ما في شغلة بتصير بين يوم وليلة. شكرا يا روان. خلونا نشوف الشيء الثاني اللي هو متطلبات التحقيق يعني شو بيتطلب لحتى أنا أعمل هذا الأثر ما هو المتطلب شو بيتطلب هذا الشيء من الإنسان اللي عم يطبق هذا الأمر هي الفكرة. خلونا نشوف مين ممكن يساعدني. بدي شخصين شاب وبنت يساعدوني بالنقاش. طيب دعاء و مين؟ إبراهيم رفع إيده بس إبراهيم شارك. بدي شاب غير إبراهيم. أحمد الخطيب. معنا يا أحمد. معك أنسي. طيب إذا أحمد ومين لنا؟ دعاء. أحمد ودعاء. طيب بدي أكون تفكروا معي. الشيء الأول اللي هو كان زراعة الأشجار. العمل اللي قام فيه هذا الإنسان الهندي اللي اسمه جاداف. شو كان بيتطلب منه؟ أسي إرادة وقوة. إرادة. شو أيضا يا دعاء؟ أسي أرض مساحة أرض يعني واسعة. كان موجود مساحة الأرض الواسعة هي مساحة يعني مو ملك خاص يعني هي موجودة صحيح بس يعني صحيح إنه هو كان بده مساحة أرض واسعة صحيح لكن أنا عم بحكي على المتطلبات من ناحية شو تتطلب منه لهذا الإنسان؟ الصبر صحيح. لازم يصبر الصبر. كمادية ولا معنوية؟ معنوية. عم نحكي على الأشياء المعنوية. فإذا قلت الصبر وأيضا صديقنا أحمد شو قال؟ الإرادة. الإرادة. هلا الإرادة خلينا نتفق إنه هي شيء مشترك.
صديقنا فايز عم يقول وقت فراغ، صحيح صحيح بده وقت، يعني إذا هي بدها وقت وبدها إرادة ففينا نقول إنه هي بدها التزام، صح ولا لا؟ يعني موضوع زراعة الشجرة، فيني أنا أقول أنا حأزرع اليوم وطنش الشجرة 10 أيام، شو بيكون صار؟ بتكون ماتت. أكيد لا بتموت. بتكون ماتت إذا ما سقيتها. فالموضوع شو بده؟ بده يوميا، يعني بده التزام. فهو صح بده وقت، أخذ منه الموضوع وقت. بده التزام وصبر، هي أكتر شغلة بموضوع أنه أنا أعيد زراعة غابة، بدها التزام وبدها صبر. لكن الشيء اللي أنتوا عم تقولوا أنه هي بدها وقت، صحيح. بدها أرض، صحيح صحيح، موجودة حوالينا الأراضي، يعني كلياتنا خلينا نقول أنه موجودة أرض الله واسعة، وفي حوالينا كتير أراضي جدبة إلا ما نلاقي، فهي متطلب لكن متوافر. بس عنده لجداف، صح، هو كان لازم يكون عنده وقت. لو إنسان مشغول مثلا ما عنده الوقت، اللي عنده لجداف ما حيقدر يعمل الشيء هذا. لكن أيضا جداف شو كان عم يصرف؟ يعني كم ساعة، كم ساعة خلال اليوم؟ ممكن حتى لو إنسان شوي منشغل يلاقي هالكم ساعة خلال اليوم، لكن اللي بيكون عنده بشكل أساسي هو الالتزام والصبر، لأن الموضوع طويل، موضوع طويل. طيب دعاء وأحمد، فكروا لنا بمتطلبات تحقيق الفكرة الثانية، الفكرة الثانية لحتى طلعوا فيها. شو كان مصاري مشان تصنيع جرائد؟ حلو، مصاري، طيب جميل. إذا صاحب الفكرة كان لازم يكون، ممكن يكون صاحب الفكرة مو هو اللي عنده المال، لكن اقترحها على حدا عنده مال، صح؟ بتصير؟ أسيب أدوات مثلا. أي تفضل أحمد. هلا إنه صناعة الجرائد يعني ولا شلون؟ الفكرة اللي هي كان إنه نحن نخلي الجريدة ترجع تنبت، هي الفكرة. شو كانت بتتطلب؟ انت شايفة هي فكرة. هل بسألك سؤال، هل فكرة انه انا خلي الجريدة ترجع تنبت باني حط فيها، خلي الكتابة هي فعليا فيرتلايزر، يعني الاشياء اللي بتساعد النبتة على النمو، وانه خلي الورقة محطوط فيها بذور بسيطة، هل هي الفكرة بنفس البساطة تبع فكرة أني أعيد زراعة الشجرة؟ أنسى أكيد لا. هي الفكرة أعقد، صح؟ صح، يعني أعقد كتير وبدها وقت. طيب معناتها هي الفكرة شو كان بدها لحتى تطلع؟ أنسى كمان صبر كتير عليها. حلو، صح، بدها صبر، بدها صبر. لكن فكرة أنه أنا عندي هي الفكرة، هي الفكرة لحتى طلعت، شو كان لازم يكون فيه عند صاحب الفكرة؟ كلمة كتير بنستخدمها لما بدنا نحكي على الأفكار، كتير بنستخدم كلمة شو لما يأتي الإنسان بفكرة جديدة. أسيب بال فاضي يعني. طيب ذكاء أو إبداع، صح ولا لا أصدقائي؟ يعني أنا هلأ لحتى حقق هي الفكرة أصلاً كان بدها حدا مبدع، مبدع بحل، صح ولا لا؟ ويجرب لحتى يعرف أنه والله هي أنا في عندي بذور كتير رقيقة وناعمة بحيث أنه ممكن خليها تفوت بالورق وما تبين مثلاً. يعني إذن الفكرة أولاً كانت تتطلب الإبداع. ثانياً لو شلون إحنا سمعنا عن هذا الموضوع؟ شو كانت تتطلب هالفكرة؟ يعني لحتى الكل، لحتى الناس تنتج هاي الجرائد، بدل ما ينتجوا الجرائد العادية ينتجوا الجرائد هاي صديقة للبيئة، لحتى تتحقق هاي الفكرة ويتحقق الأثر الجيد، الفكرة شو بتحتاج؟ كانوا يعني طالعوا إعلانات على الجرائد يكتبوا عليها. حلو كتير، حلو دعاء، تمام. شو قلت صديقنا أحمد؟ إنه التجريب. طيب حلو، تجريب، لكن لحتى نحن كلنا نسمع عنها شو بدها هالفكرة؟ يكتبوا عنها بالجريدة يلي هنن يعني بدهم يعملوها. تمام، يعني إذن الفكرة بدها ترويج، في ترويج. أصدقائنا في كتير أفكار إبداعية أصحابها ما قدروا يروجولها، فما حدا سمع فيها، فما حدا طبقها، فنطاق التطبيق ظل
قليل. ليش؟ لأنه ما عرفوا يروجوا لها. فإذا لحتى يتحقق هذا الهدف تبع هاي الفكرة تبع الجريدة اللي بترجع بتنمو، واحد كان أصلا لازم تكون الفكرة إبداعية، واثنين كان لازم يروجوا الفكرة بشكل جيد. ولاحظوا هنن ما بعرف إذا أنتم انتبهتوا ولا لا، بس هنن كانوا قالوا إنه هنن وزعوا هاي الجريدة على كذا مليون شخص باليابان ونشروا الفكرة وحكت عنها قنوات إعلامية وحكت عنها كذا وكذا. فكان جزء كبير من الفكرة إنه نحن كيف بدنا نروج، كيف بدنا نروج فكرة إبداعية بس بدنا نروج لها صح لحتى الناس تقدر تعملها. الشغلات اللي أنتوا حكيتوها أصدقائي صحيحة، لكن أنا حكيت لكم بالجدول ما رأيته بشكل شخصي إنه هو الأبرز. ممكن يكون برأيكم الشخصي في شيء تاني أبرز، وهذا الشيء مو غلط أبدا، بالعكس كل واحد له رأي ورؤية خاصة. لكن بالإضافة للشيء اللي قلتوا بحب ركز لكم، بحب إنكم تركزوا على هاي النقطة اللي هي الإبداع بالفكرة والترويج. هلا فكرة إنه أنا أعيد زرع الأشجار، يعني معلش إحنا عم نقارن صح ولا لا؟ فكرة زرع الأشجار فكرة إبداعية كتير. لا أنسي عادي، مين ما كان بيحسن بيزرع شجرة. تمام حلو ممتاز. عشان هيك هاي الفكرة إبداعية، وهي الفكرة مو جانب الإبداع هو الأبرز فيها، وإنما جانب الالتزام هو الأبرز فيها، بينما هاي الفكرة جانب الإبداع وحسن الترويج هو الأبرز فيها. إيه 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 غششناكم، طلعت الإجابة بالغلط. طيب ننتقل. يلا منيح منيح دعاء. أحي أنا ما شفت شيء. طيب منيح دعاء وأحمد هلا ركزوا لي بي ركزوا لي بي. أنت ما شفت شيء صح، ما شفت شيء بس أنت سمعتي. أنسى أنا كنت شارد هيك شوي عم فكر ومانك أين، يعني ما كنت تبهت. يلا منيح لك، معناته هلا بدياكم تركزوا لي وتقولوا لي شو هي متطلبات تحقيق الفكرة الثالثة. الفكرة الثالثة اللي هي أنه أنا أخذ الأناني البلاستيكية أجمعها وصنفها بحسب الأحجام تبعها وعبيها أملو كذا ومدري شو أصنع منها بيوت. هاي الفكرة لحتى تؤتي أكلها لحتى تؤتي أكلها على البيئة قلنا أن هي حتاخد وقت طويل. طيب شو متطلبات تحقيقها؟ يعني الإنسان لحتى يطبقها شو بيحتاج؟ شو احتاجت؟ لازم يكون فاضي، ما عنده شيء عشان يحكي. الواحد مثلا بمر بشوف هيك مجموعة أناني، يعني بيقرف ما أو ما بيجي باله إنه مثلا ينتينهم أو يعني بيجي باله إنه أنا ما استفاد من هدول بشي. فهو يعني إجت فكرة إبداعية، يعني إنه يعني شلون هيك إجت باله الفكرة، يعني مو شخص عادي هيك بحسن يساوي. حلو، معناته أنت شايف إنه في إبداع بالفكرة هي، هو أساساً الفكرة إبداعية. حلو كتير، جميل، هاي نقطة. أيضاً لحتى في شغلة قالوها بالمقطع، لحتى يتم تحقيق هذا الأمر، يعني هل أي حدا بيقدر يبني بيت من يعني هل صديقتنا دعاء قالت إنه أي حدا ممكن يقدر يزرع شجرة، ولو إنه هي بدها مهارات زراعة شوي بسيطة، لكن منقدر نزرع شجرة. بس موضوع إني أنا هندس بيت وابني من الأناني البلاستيكية، بتتوقعوا إنه الموضوع بيصير هيك من دون إرشاد؟ أكيد لا، كانوا عم يجمعوا ويجيبوا الشباب عشان يعلموا مسؤولي. حلو، أنا حكيتوا كذا شغلة صح، أنا حكيتوا سوا بس حكيتوا كذا شغلة أنا فهمت عليكم. فإذا صديقنا أحمد قال التعليم حقيقة صحيح، إذا هو التدريب، يعني هي الفكرة لحتى تتحقق بدها تدريب. ولذلك هن كانوا عم يقولوا انه عم يجيبوا الناس اللي هن فعليا عندهم وقت، ما عندهم شيء تاني عم يقدروا يعملوه بحياتهم، يعني ما عندهم وظائف، فمثل ما انتوا قلتوا معهم وقت، مثل ما قالت صديقتنا بالهم فاضي شوي، ولو انه هن اكيد مو بالهم فاضي لانه هن لاجئين، اكيد في عندهم هموم، اكيد في عندهم مشاكل عم يحاولوا يحلوها، لكن عندهم إمكانية إنه هنن يشتغلوا. فإذا كان هنن قالوا بالمقطع إنه عم يجيبوهن وشو يعملوا؟ يدربوهن. طيب أنا بدي أسألكم سؤال تاني كمان، الموضوع بده جهد؟ يعني هو بدنية أكيد بده. حلو كتير، فإذا موضوع بناء، موضوع إنه أنا عم أحفر عم أجمع عم كذا، يعني إذا في قوة بدنية، فهذا اللي إذا الفكرة الأساسية أو هاي الفكرة لحتى إذا تتحقق
بالإضافة للشغلات اللي أنتوا ذكرتوها، وبالإضافة للشيء اللي ذكروه أصدقائنا بالبداية اللي هو الإرادة، كل هاي المشاريع بدها إرادة، كل هالمشاريع بدها إرادة وإيمان بالفكرة، لكن أيضا هاي الفكرة بالذات بدها تدريب، بدها تدريب وبدها جهد بدني لحتى تتحقق. بينما مثلا إذا شفنا موضوع الجريدة ما بده جهد بدني بنوب، صح ولا لا؟ الفكرة ما فيها جهد بدني، تطبيقها ما في جهد بدني، صح؟ فإذا لاحظوا هلأ شلون الشيء اللي كتبناه نحن هو النقطة الأبرز بكل المتطلبات الأبرز، خلينا نقول بكل فكرة. بتوافقوني ولا أنت شايفين أنه في متطلبات أبرز؟ يعني شو رأيكم؟ بس ممكن إضافة بالأخيرة؟ تفضلي. هلأ الأخيرة في الوقت، الوقت إنه لازم يكونوا يمتلكوا الوقت مشان يجيبوا المواد للبناء، توقع هيك يعني. إيه شو بيحتاجوا لحتى يجيبوا المواد؟ مال، إنه بدهم مال مشان يجيبوا مواد للبناء، لأنه كمان عم يحطوا مع البلاستيك شيء تاني. شو الشيء التاني عم يحطوا مع البلاستيك؟ كأنه شمينته ورمل هيك يعني. حلو، الرمل متواجد حولهم برأيك ولا مو متواجد؟ أنسي ما شفت يعني، هنن لاجئين كأنهم عم يجيبوه من المكان ويحطوه وعم يجبلوه هيك. شفت حلو المقطع. كتير صحيح، لكن هو متوافر حولهم بالبيئة. يعني نحن عم نحكي عن أفريقيا وعم نحكي عن التربة الطينية اللي بتتماسك بسرعة، وفعليا أغلب الناس هناك بيبنوا بيوتهم لهلأ من الطين، تمام؟ فهن الطين متواجد حواليهم، عم يلموا أناني البلاستيك حواليهم. وفكرة الشاب هاد بالبداية كانت أنه أنت ما محتاج كتير مصاري حتى تبني، فممكن يكون في حاجة للمال لكن أقل بكتير من الحاجة الطبيعية لبناء آخر. توافقيني؟ نعم أنسي. هلا إذا مو مقتنعين بشيء، شكرا يا عزيزتي. نحن هون بنقاش، يعني إذا أنا حكيت شغلة وأنت مو مقتنع فيها ما تسايروني. بتقولوا أنسي لا أنا شايف في شيء تاني. يعني أنا برأيي إلي خبر إنه حوالي هون رملوا هيك. تمام. إذا فعليا حلو يعني هذا النقاش اللي نحن هلا خضناه. فإذا في إذا تدريب وجهد بدني. صديقنا أحمد كان عم يحكي شيء ولا حدا تاني غيره؟ في حدا قال شيء ونحن ما انتبهنا له؟ طيب سي أحمد قال عن الوقت. الوقت صحيح إنه يعني خلينا نقول إذا بدنا نقول الوقت، فأكيد بالفكرة الأخيرة هي بدها وقت لحتى تصير، أكيد يعني واحد عم يعمل عمل فلا بد أنه هو عم يحط وقت، وبالفكرة الأولى أيضا الموضوع بده وقت. لكن مثلا الفكرة الثانية الموضوع بسيط، يعني أنا اشتريت جريدة قريتها بمسك هيك بشقة بحط بالكذا، فالوقت بالفكرة الثانية أقل منه بالفكرة الأولى والثالثة، وصحيح معكم حق. فإذا متطلبات التحقيق بالفكرة الثالثة الوقت، بالفكرة الأولى الوقت أيضا، كان ممكن نضيفها هلأ لو نحن مو بالعرض. خلينا إذا ننتقل للأمر الآخر اللي هو الميزة. حابة إنه نحن كلياتنا نفكر يعني شو الميزة الأبرز برأيكم بكل مشروع. فأنا هلأ يعني كل حدا حيرفع إيده حأسمع منه إجابة، كل حدا حيرفع إيده حأسمع منه إجابة سريعة. يلي عنده إذا بالنسبة لميزات المشروع الأول، ميزات الفكرة الأولى. طيب سامية يلا سريعا، سامية أعطيني ميزة. أنسى تعليم الناس الصبر. تعليم الناس الصبر جميل جدا، حلو كتير. أيضا إبراهيم تفضل. المثابر والجد، يعني كان هذا الأخونا في الله في من الهند كان يجي من مكان بعيد. صحيح. طيب أنا بس حأرجع أسألكم لكم السؤال لحتى تركزوا معي بالإجابة. الميزة تبع المشروع، يعني المشروع اللي هي إنه أنا أعيد زراعة ضفة نهر، شو الميزة تبعه؟ الماء وفير، تمام. التربية تكون خصبي قابل للزراعة، تمام. يعني النباتات ممكن وغير ذلك في المواد الأساسية مثل الأسمدة تنتقل مع النهر، تمام، من الترسيب. يعني بتكون يعني إبراهيم غادفة. بدك تقول لي إبراهيم إنه هي سهلة التطبيق بسبب إنه التربة خصبة؟ نعم.
حلو كتير. طيب هاي ميزة أيضا بدي تفكروا لي بأثرها الإيجابي، شو الميزة اللي بيعطي؟ تفضل يا أحمد، أحمد عبد الرزاق، سمعني شو الميزة تبع هذا المشروع برأيك؟ أنسي تعطي جمال الطبيعة وتخفض الحرارة في الجو مص ال... حلو. كمان تعطي الظل للمدن، إذن تخفف حرارة، تعطي ظل، تعطي جمال، إلها إذن آثار كتير. حلو كتير. تفضل يا لؤي. أنسي إعادة الحيوانات على الغابة من خمس نمور، ومنها الوحيد القرية اللي كان مهدد بالانقراض. حلو كتير، حلو كتير. فإذا كل هالأشياء اللي عم تحكونا هي ميزات للمشروع هذا. خلينا يعني نصيغ كل هذا الشيء اللي قلتوه بجملة، إنه الأثر الإيجابي للعمل اللي قام فيه هذا الإنسان أثر كبير ومتشعب. يعني بس زرع مثل ما قلتوا مساكن للحيوانات، مسك التربة، منع السيول اللي عم تصير بالمدينة، رجع الخضار، أكسجين نقي، صح ولا لا؟ فإذا هو زرع شجرة، زرع شجرة كل يوم لخمسة وثلاثين سنة، بس الأثر اللي نتج عن ذلك كان كبير، أثر كبير ومتشعب، فايت لكتير نواحي. زاد الأكسجين، قال ثاني أكسيد الكربون، الحرارة، الجو، كتير أمور تغيرت بسبب هذا الشيء يلي صار. حلو؟ هيك صغنا كل الأشياء اللي أنتوا قلتوها بهي الفكرة اللي هي أنه الأثر الإيجابي تربة وبتمنع أنه السيول الفيضانات اللي بتصير. بالضبط. إذا منع كوارث وعمل شيء، يعني حقيقة ممكن نحن نكتب ليستة لكل الأشياء الإيجابية اللي نتجت عن العمل اللي قام فيه هذا الإنسان، طبعا بتوفيق من الله. خلونا نفكر بالميزة، الميزة للمشروع الثاني. المشروع الثاني شو كانت ميزته برأيكم؟ ركزوا، ميزته. نسمع من هلا سامية وأحمد وإبراهيم. الميزة إنه كانوا الناس، تفضل إبراهيم. ليش عم تنسحبوا يا جماعة الخير؟ طيب نسمع من دعاء. أنسي بيعلموا أولادهم من صغار إنه يحافظوا على التربة والأشجار، مثل ما شفت بالفيديو إنه يعني يعطوهم هنا الورق وهنا يزرعوا الورق بالزرعة وبتكبر، يعني الأطفال بيفرحوا وبيتعلموا هذا الشيء. حلو كتير، حلو كتير، حلو، حلو هاي الفكرة. شكرا يا دعاء. مروة تفضل. أنسي كمان إنه حطوا البذور بقلب الورق، وخلوا كمان إنه الحبر كمان هو سماد عشان يحافظ على البذرة. تمام. يعني نحن هون انت عم تحكي على الجانب الابداعي تبع الفكره. ماشي يا مروه، شكرا يا مروه. تفضل يا ابراهيم، في شيء ايضا ميزه ما بعرف وين عم يروح ابراهيم. الميزه انه لقوا في اقبال، في اقبال على شراء الصحف. تمام. فانطلقت فكره انه زرع البذور. تمام. وبيستثمروا الشركه في انه بيستفيدوا من الناحيه الماليه. تمام. ومن ناحية إنه بيرجعوا البيئة على طبيعتها، إنه خاصة يعني في دول يعني متقدمة. حلو. طيب ذكرت أكثر من شغلة، إذا في أكثر من فائدة. سامية في عندك أي ميزة لهذا المشروع؟ أنسى في عندي إنه إعادة توازن البيئي. طيب إعادة التوازن البيئي هي ميزة لكل الأشياء. نحن هاي الثيم العام، يعني القالب العام اللي نحن عم نحكي فيه اليوم، إنه كل هاي المشاريع تعيد التوازن البيئي. طيب هاي إذا أصدقائنا اللي رافعين إيدهم حكونا هاي الأشياء. أنا حشارككم الشيء اللي أنا شايفته كميزة بهذا المشروع. اللي لقيته ميزة بهذا المشروع إن الفكرة نفسها فيها توعية وفيها تطبيق عملي. يعني بما أنه الجريدة نفسها أصلاً مكتوب فيها قضايا بيئية، فهي الجريدة عم تعمل توعية، وأيضاً الجزء العملي إنه الجريدة نفسها بعد ما قريتها وفهمت الأشياء اللي بدك تعرفها عن البيئة بتشقها وبتحط بالتربة. فإذا الفكرة فيها جانبين. يعني يمكن هذا الشيء أنا نسيت ترجم لكم إياها، نسيت خبركم عنه، يمكن مشان هيك ما توصلتوا لهالنقطة. بس هي الجريدة كانت أصلاً عم تتحدث عن مواضيع بيئية، مو بس جريدة أخبارها عادية. فهن ضربوا عصفورين بحجر بأنه خلوا الجريدة نفسها بتنشر الفكرة وبتنشر تطبيق لهي الفكرة. فالفكرة فيها توعية
وفيها تطبيق عملي. وهذا مثل ما قلت لكم هي وجهة نظري أنا بأنه هذا الشيء المميز بالمشروع. هلأ بدي أسمع رأيكم بالشيء المميز، الشيء المميز بالمشروع الأخير، ورح يكون شيء له علاقة بشغلة تعلمناها سابقا بجلسات، يعني تعلمناها بجلسة بالجلسة الثانية تقريبا. بدياكم تفكروا بالمشروع. ممكن إضافة عن الفكرة الثانية؟ تفضلي. أنسي كمان إنه إحنا عارفانين إنه رح تنتشر عن طاق واسع لأنه كل العالم عم تشتري جرائد، لهيك رح تنتشر بشكل كتير كبير. حلو. هي يعني هذا الشيء اللي أنت قلتي هو الميزة اللي هي كانت إنه فعليا الإبداع بالفكرة، صح ولا لا؟ يعني هي الفكرة إبداعية. فهنا نفكروا إنه يعني هي الفكرة الإبداعية من البداية هي حققت أيضا ترويج. فإذا الشيء اللي أنت عم تقولي هو مثل اللي حكينا أول شيء بمتطلبات التحقيق، إنه الفكرة كان لازم تكون إبداعية وكان لازم يتروج لها بشكل صحيح. وهنا نحطوا ببالا إنه الجريدة أصلا بتنتشر كتير، فبالتالي منها وفيها ترويج للفكرة، منها وفيها. إذا هذا الشيء اللي خلى الموضوع إنه الجريدة عم توعي وهي نفسها فيك تعمل فيها تطبيق عملي. فإذا تصب بالميزة اللي فعليا مكتوبة. شكرا، شكرا لك يا حلوة. طيب خلونا نسمع إذا منكم الميزة تبع المشروع الأخير، وحساعدكم فيها أصدقائي. ركزوا معي، الفكرة الأساسية تبع المشروع، الهدف الأساسي شو كان؟ يتخلص من البلاستيك. هل طيب تخلص من البلاستيك؟ سؤالي، هل الهدف هون الأساسي كان أن يتخلص من البلاستيك، ولا هدف هون الأساسي شيء تاني؟ جمع القوارير. هن نجمع القوارير. وعن العالم العمار ما بده مصاري. أعد أعد اللي حكى هلأ يعيد. هدف أن يوعوا العالم عمار ما شرط يكون بالمصاري يعني. حلو. إذا أحمد عم يقول هدفهم أنه يوعوا العالم أن العمار ما شرط يكون بالمصاري، ما شرط بيحتاج مصاري كتير. فإذا هدفهم الأساسي أحمد هو شو؟ كمان فيهم أنه عم يغرسوا هن بالأطفال وبالعالم يعني بشكل عام، عم يغرسوا فيهم أنه يطالعوا أنه مواهبهم أو بهاي الشغلات أنه بشي بيفيد. حلو كتير. طيب جميل. وبعيد التدريب. إذا الطلاب واحد الله يجزيكم الخير لحتى بس ما تروح الأفكار منا. صديقنا أحمد قال إنه هدفهم الأساسي كان، هلا في يعني في صبايا قالوا إنه هدفهم الأساسي كان التخلص من البلاستيك، لكن صديقنا أحمد رجع ذكرنا إنه هدفهم الأساسي كان إنه يقولوا للناس أنتم ما بحاجة لمال كثير لحتى تبنوا بيوت. فهدفهم الأساسي كان بناء البيوت. تمام. هلا ركزوا معي، لما يكون في عندي فكرة أساسية يعني مشكلة أساسية بدي حل، لكن لما أنا أعمل الحل بجيب معه إيجابيات أخرى. شو كنا نسمي هذا الموضوع؟ يعني لما يكون في عندي قيمة أساسية للحل اللي أنا عم قدمه. حكينا هذا الموضوع بالجلسة الثانية لما كنا عم نحكي عن الفلبين. في مصطلح جديد تعلمناه، مين بيتذكر المصطلح الجديد اللي تعلمنا؟ لما يكون في عندي أنا مشكلة عم لاقي لها حل، لكن هذا الحل بيعطيني أكثر من شغلة إيجابية. شو كنا نسمي هذا الموضوع؟ نتائج. نتائج أنسي، نتائج مخرجات أو هيك. لا ما كنا نسميها هيك، كنا نسميها القيمة القيمة مين حيتذكرها يا ترى؟ طيب احنا حكيناها مره واحده سابقه من قبل، فحرجع اذكركم فيها. اسمها القيمه المضافه. تذكرتوها هلا؟ اسمها القيمه المضافه. اذا بتتذكروا وقت كنا عم نحكي عن الفلبين والشخص اللي عمل اناره من اناني المي، المشكله الاساسيه كانت انه الناس ما عندها اضويه فاعطاهم اناره، لكن القيمه المضافه كانت انه هي الاناره كانت صديقه للبيئه ولا تستهلك الكهرباء. فهلا الفكره الاساسيه بهالمشروع تبع الأناني البلاستيكية هي بناء البيوت، لكن الحفاظ على البيئة إجا كشو؟ إجا كقيمة مضافة، صح ولا لا؟
واضحة الفكرة تبع القيمة المضافة؟ أنسي ليش مو بالعكس؟ إيه تمام أنسي واضح. إنه القيمة المضافة هي إنه بنوا البيوت، والقيمة الأساسية هي إنه حفظ البيئة. ليش مو العكس؟ لأنه لو كان العكس كان ممكن يبنوا بيوت، كان ممكن يعملوا كتير شغلات بالبلاستيك. يعني ليش حصرا اختاروا بناء البيوت؟ ما اختاروا أي وسيلة أخرى لإعادة تدوير البلاستيك؟ لأنه فعليا الشيء الأساسي اللي كان بالدنيا أنه يصنع بيوت، ما هن اللاجئين. تذكري أنه هن بمخيم لاجئين صح؟ أي أنسي بالضبط. فمخيم اللاجئين شو بيحتاج الواحد فيه؟ يطلع من الخيمة صح؟ بده بيت، فبده بيت ما بده خيمة. فإذا البيوت كانت هي الهدف الأساسي، كقيمة مضافة كان إنه نحن أصلاً عم نستخدم من البلاستيك، فنحن عم نساهم بإنه نقلل البلاستيك اللي موجود حوالينا. وفي قيمة مضافة، قيمة مضافة أخرى، مين يلي بيتذكرها؟ حكاها بالفيديو، توفير عمل سعد العاطلين على العمل. رائع رائع دعاء، وما بعرف مين فتحت المايك كمان ما بين معي، بس رائع. اذا هن اكثر من قيمه مضافه في موجود القيمه الاولى المضافه كانت موضوع الحفاظ على البيئه واستهلاك البلاستيك نفسه، والقيمه الثانيه كانت انه انا ساعد العاطلين عن العمل بهي الاماكن. فاذا الميزه الاساسيه تبع هذا المشروع اصدقائي بنظري، طبعا هي وجهه نظر شخصيه ممكن تكون مختلفه عن وجهه نظركم، بنظري انه الميزه الاساسيه انه المشروع له أكثر من قيمة مضافة. هاي الميزة الأساسية يلي أنا لاحظتها بهذا المشروع، ضربوا ثلاث عصافير بحجر واحد فعليا. فبنوا بيوت، دربوا الناس مش اللي عاطلين عن العمل، وأيضا حافظوا على البيئة. ثلاث عصافير بحجر واحد. فهيك نحن منكون قارنا وما شاء الله نقاشنا كان اليوم يعني طويل مثري. نحن صرنا ساعة تقريبا بهذا الدرس. ممكن ناخذ شوية مخرجات وتوصيات سريعا سريعا سريعا. فهلا بدي انه تفكروا، ولو انه نحن هلا صرنا 12 واحد فقط، 12 واحد فقط يا عيني، لا اكثر 15. طيب جات التوصيات، يلا وقت هذا اجى الوقت اللي هو تبع كتابة المخرجات والتوصيات. فحاسمع منكم ونحط توصيات سريعا. يلا مين بده يرفع ايده؟ مين بده يرفع ايده ويشارك؟ يلا ابراهيم. نعم تفضلي. نعم احنا هلا بالمخرجات بالإصرار والعزيمة والمسابرة، تمام يعني مثل أخونا جيلاف هذا الهندي، سابر على عمل زرع كل يوم شجرة لمدة 35 سنة تقريبا، وساهم في أشياء في زراعة وفي زراعة الأشجار، تمام، وقعد في حيوانات. يعني عمل بسيط صنع غابي ومسكن للحيوانات، تمام؟ حلو كتير. أنا عم بسمعك وكنت عم صيغ الجملة، فصغت إذا الاستنتاج الأول إنه بالإصرار والعزيمة والمثابرة يمكن للعمل البسيط ترك أثر كبير. موافق؟ نعم. ثلاثة. حلو كتير. شكرا جزيلا يا إبراهيم. دعاء. تفضل يا دعاء. أهلا وسهلا. الصبر على نتائج زراعك لأنه راح تثمر بيوم بالأيام. صبر على النتائج، ممكن نقول النتائج البعيدة، معبرة عن الشيء اللي بدك تقوليه دعاء؟ اي أنسي معبرة كونها أنسي. فهمت قصدي؟ يعني افهم يعني هلا انا فهمت عليك انه انا في عندي شغلات ما بتبين بين يوم وليله، بدها تاخذ وقت، فانا بدي اصبر. صح هيك؟ صح انسي. طيب معناتها فعليا انا بدي اياكم تفكروا بكل الاشياء اصلا اللي بتحتاج وقت. يعني حقيقه شو هي الاشياء اللي ما بتاخذ وقت؟ اشياء جدا قليله. كل الاشياء فعليا حولنا لحتى يعني بتطلع النتيجه تبعها الايجابيه بتحتاج وقت، صح ولا لا؟ فإذا أنت دعاء عم تقلنا الصبر على النتائج البعيدة التي تحتاج وقتها. حلو كتير.
سامية تفضلي. أنسى مثل ما ذكرت قبل شوي إنه غرس الفكر والإبداع لحل المشكلات عند عقول الأطفال والعالم يعني. إذن غرس الأفكار الإصلاحية أو الإيجابية، مو الإيجابية، خلينا نقول الإصلاحية، يعني هو عمل معين إصلاحي، تمام، بغرس الأفكار الإصلاحية عند الأطفال منذ الصغر. ليش؟ لأنه هذا الشيء بيستمر معهم للكبر وبيخلي يعني بيخليهم يعتادوا على الشيء الصح من البداية. طيب شكرا إبراهيم ودعاء وسامية. بدي أيضا مشاركات، يلا يلا سريعا. فايز بدنا مشاركة، محمد الكردي، نجلاء، روان، جودي، أمل، شو يا شباب نمتوا؟ يلا أصدقائنا. شو لازم كان عشان ننهي الدورة يعني. لازمنا شو عندكم مخرجات وتوصيات؟ هل أنتم شايفين إن هيك اكتفينا؟ مخرجات وتوصيات يعني عبرة إيجابية أو شيء أنا لازم بعد عنه؟ نعم. عدم التقليل واحتقار الذات تماسي، يعني ممكن الإنسان يبدأ بفكرة ويقول نفسه إيه جزء ما زبط معي، فلايك بيبتعد عنها، فهذا أمر خاطئ، تمام؟ يعني لو الشباب ما مفكرين إنه بالقناني يمكن إنه يعمروا بيوت، كانت ظلت متراكمة من نفايات، تمام ماسي؟ أو هذا اللي صنع الجريدي وعط فيها بذور للنباتات وعط فيها أسمدي، ما كان مشي حاله، فهمت شو ناسي؟ نقول عدم الاحتقار الأفعال البسيطة ولا مو معبرة؟ لا معبرة أنسي، معبرة، سبحان الله، يعني لديك كلمات معبرة أكثر مني يعني. طيب ممكن أقول عدم احتقار الأفعال الإصلاحية البسيطة. أنا شلت أنينة من الأرض، أنا ممكن أقول لا شو حتعمل هالشغلة، يعني زرعت نبتة كذا، أقول شو حتعمل، والله البلاوي، الدنيا عم تحترق، غابات حوالينا وسيول ومدري شو، فيعني شو حيعمل هذا الشيء اللي نحن حنساوي. لكن نحن عنوان جلستنا مثل ما قلت لكم هو الأثر المستمر على البيئة. الأثر المستمر على البيئة يعني بالنهاية الفعل المستمر يترك أثراً على البيئة، سواء كان سلبياً أو إيجابياً. أنينة وراء أنينة وراء أنينة بتترك أثر سلبي، بشيل أنينة كل مرة هذا أثر إيجابي. فإذا ما أحتقر الأفعال الإصلاحية البسيطة، ما أحتقرها. جميل جداً. حدا عنده إضافة؟ شيء لازم أتجنبه أو شيء لازم أعمله عشان ننهي جلستنا؟ حد عنده إضافة؟ أنسي عدم إهمال البيئة. طيب. أنسي الاستمرار وعدم التوقف. يعني أنا وصلت مثلا لمنتصف شيء، عم بشتغل بشيء وصلت لمنتصف، إذا مل مثلا وقف. أيوة تمام، يعني عدم الانسحاب، ممكن هيك نقول؟ أو يمكن الشيء اللي أنت عم تقوله يعني شبيه بالشيء اللي قالته صديقتنا هون، اللي هو الصبر على النتائج البعيدة اللي تحتاج وقتها. يعني لأنه أنا إذا ما شفت النتيجة وضلت أقول شو فات الشيء اللي أنا عم أعمله، ممكن استسلم، ممكن انسحب. فخلينا نقول إنه هون هي يعني هي قريبة أو تكرار للفكرة اللي قلناها من قبل، إنه أنا بدي ضل مستمر وأصبر حتى لو ما شفت النتيجة. حلو هيك؟ يعني هلا انا انت متفق معي انه هي الكلمه، هي الفكره نفس الفكره السابقه؟ ايه تمام انسي، تمام. طيب حلو كتير، بس حنضيف هون مثلا عدم انسحاب في منتصف الطريق، مثل ما انت قلت ايضا انه نحن ما ننسحب اذا نحن ما شفنا النتيجه. ايضا شغله اخيره، يلا مين بده يضيف شغله اخيره؟ انسي الانطلاق بحل واحد يوديك لحلول كثيره. حلو فإذا الانطلاق، عم تقولي الانطلاق من نقطة حل واحدة. حلو كتير. يعني خلينا نقول بين قوسين التركيز، صح؟ بس هي طبعا مو شغلة نتجنبها وإنما شغلة بدنا نعملها. فإذا أنا انطلق من نقطة حل واحدة، تمام؟
والشيء اللي له علاقة بالبيئة بالنهاية بيعطيني أثر أكبر. يعني لأنه أنا لما أدخل تغيير بالبيئة بيعطيني أثر كبير، سواء كان هذا التغيير اللي أنا أدخلته إيجابي أو سلبي. فأنا لما أدخل تغيير بسيط، نقطة حل واحد مثل ما أنت عم تقولي بالبيئة، أيضا حتعطيني حلول أكثر، حتعطيني تأثير كبير. حلوة حلوة النقطة، جميلة جدا. يعطيكم العافية أصدقائنا. لو أي عم يقول إعادة التدوير، تمام. إذا موضوع إعادة التدوير يعني هو أكيد شيء أساسي بجلستنا اليوم، إنه أنا أعيد تدوير الأشياء حواليه. هلأ ممكن هلأ بقى قبل ما تناموا تطلعوا حواليكم على الأشياء اللي موجودة وتشوفوا إنه شو الشيء فعليا اللي أنا بحاجة إنه أرجع أشتري مرة تانية، شو الشيء اللي أنا فيني أعيد تدويره. فإذا التفكير دوما بإعادة تدوير استخدام الأشياء، خلينا نضيف هاي النقطة مميزة لجلستنا اليوم، التفكير دوما بإعادة استخدام الأشياء حولنا. لأنه الإنسان إذا حيظل عم يستهلك 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 من دون تفكير بإعادة التدوير، فحيؤدي هذا الشيء مثل ما قلنا إما لتراكم أو لانقراض شيء من البيئة. طيب يعطيكم العافية أصدقائي، يعني أخذنا وقت طويل كله بدي إعادة تدوير. صحيح يا أحمد، فعليا كتير أشياء حوالينا يعني ممكن إعادة تدويرها. في أشياء ممكن نحن نعيد تدويرها يعني بأنفسنا، وفي أشياء تحتاج إلى مصانع ما بنقدر نعيد تدويرها بأنفسنا. ولذلك في علينا دور وفي على أصحاب الأموال دور. يعني كل إنسان يقوم بدوره في هذه الحياة، هذا شيء كلاتنا متفقين عليه أكيد بإذن الله تعالى. فإذا الآن أصدقائي نحن خلصنا جلستنا. مثل كالعادة بقولكم تاريخ الجلسة القادمة بإذن الله حيكون بيوم الخميس. الجلسة القادمة أصدقائي جدا جدا مهمة، هي حتكون ختام للقصص. يعني نحن بلشنا جلساتنا بإذن نحن عم نحكي قصص، حتكون آخر جلسة بيكون فيها قصص، وهالقصص حتكون بتهمكم كتير، وعد إنه حتكون تمس واقعنا أكثر من أي قصص أخرى. الجلسة القادمة حيكون عنوانها العمل في الظروف الصعبة، هذا عنوانها، فلا تفوتوها، جهزوا حالكم. هي حتكون الجلسة الختامية للمرحلة تبع المرحلة النظرية، هي اللي نحن عم نسمع فيها القصص ونحللها، وبعدها حيكون في عنا جزء عملي، فاستعدوا لها. طيب شكرا أصدقائي لكل اللي صبروا معنا لهالوقت، تحملوا إنه الجلسة طويلة. يعني أنا صراحة بعرف إن الجلسة طويلة عليكم، صار قريب الساعتين، لكن جدا حلوة وأنا مستمتعة جدا معكم، وحاسة إنه يعني ما بدنا نختصرها، لأنه هي فعلا يعني حابة إنه هيك نحن نغوص بتفاصيلها، لأنه فعلا كل قصة ناخد منها عبر كثيرة. شكرا جزيلا لحضوركم أصدقائي.